قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. اليوم طبخة من الآخر، ما يحتاج حلا، يحب أكل. شلون حلا يطبخ حلا؟ حلا شلون؟ أطبخ أنا؟ يا أخي خاف بطلع. وش اسم الطبخة؟ شعيرية باكستانية. حلو، إيش تميز حلا؟ الحلا ذا إيش تميز فيه؟ كل شيء، حرفيا كل شيء. طعمه مره حلو، مره اصري. ما في احد في الحياه جرب هذا الحلا ما عجبه، اتحداكم ما يعجب. طيب طعمه مثل شعيريه الباكستانيه؟ نفس الطعم ولا يختلف؟ بتشوف دقيقه، خلنا نسويه، بتشوف طعمه. ياس خلنا نلبس الفازات. صادي مفتوح ما يسمعني. المكونات الحين راح اقولها قدامك. الحين بيقول المكونات، بس خل بس نلبس الجلافز عشان حلوين. نلبس القفازات طبعا، صح، لازم تغسلوا ايديكم وتلبسون جلافز قبل ما تسوون اي شيء. نشوف هو. طيب اوكي الياس فزت مره كبيره. طبعا الحين طبعا هو شعيريه باكستانيه، تكسرونها وتجهزونها وكل شيء. بعد ما تكسرونها وتجهزونها لازم تاخذون زبده تحطونها على النار. خل بس نجهز الاغراض هنا. نحط زبده كامله؟ لا، نص زبده. الشعيريه عباره عن ايش؟ هذه هي الشعيرية. طبعًا هي تجي كذا طويلة، بس لازم أنت طبعًا تكسرها وتطحنها وزي كذا. بعدها هي شيء نفس المكرونة الجدارية. لا، هي مو نفس المكرونة، هي مو طعمها مكرونة، لا طعم شيء ثاني. حلا، المهم راح تعرفون. ترى هو لأن في شعيرية عادية وفي شعيرية باكستانية اللي هي حقة الحلا. في شعيرية اللي هي اللي كذا زي المكرونة، وفي شعيرية اللي هي حقة الحلا. حلو. هاي شوف كذا، يعني مو يابسة، يعني قصدي مو يعني لينة، هي يابسة كذا. بعدين أنت تحركها على النار شوي لين بس ما تصير مضبوطه كويسه. طبعا المكونات راح تحتاجوا نستلة. طبعا انا حطيت النستلة هنا عشان تصير يعني اسهل في الصب وزي كذا. وراح تحتاجوا طبعا فرن. طبعا ما حد يستخدم الفرن الا مع، يعني اذا كنت صغير لازم يكون معك احد كبير عشان ما يصير شيء غلط ولا شيء. تجيبون زبده، نص زبده تقريبا، يعني ما تكثرون عشان ما ينفع يصير كثير. فراح تحطون نص زبده وتحطونها على النار. راح طبعا نفتح النار الحين دقيقة، راح نحطها على النار، نحط الزبدة على النار دقيقة. شوف الحين صارت حارة، أتأكد إنه حار. شغال الفرن؟ يبي لنا نرفع النار شوي. أتأكد وشغال ولا لا؟ إيه متأكد. لا هو شغال بس يبي له يحتر شوي. أوكي. طب خلينا نحطها بس هنا. راح تحتاجوا أي نوع شوكولاتة، أو طبعا مو شرط. انا راح اخذت لي شوكولاته للتزيين، يعني عشان ازينها من فوق زي كذا. خلاص قاعد. ياس تحتاج مساعده؟ هلا. لا يا اكرام، لا بكتبي خلاص. الحين حطيت هذه، طبعا تكورونها. خلاص سووا اربع حبات ندوب احنا. حق الخفيف. حلو تقريبا، ترى خلاص انتهيت. هيا خلونا نقوم ندوقها. لا 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 يدين، خلنا نقوم خلاص. انت حاليا خلص صح؟ اي تقريبا خلص. امشي فاضيين قوم. طبعا بعد ما سويتها انا بالنار حطيت عليها نستلة عشان بس يعني يصير قوامها، عشان يصير قوامها يتكور شوي. لا يا سلام، طعمه بيصير حلو. ما صار شيء، جبنا العيد. وشوف بعد دقيقة بسوي شيء زيادة، باقي شيء. هذه النستلة؟ اي بالضبط. اوه جوي، هذه النستلة دائما خلصها على امي، بس لان امي تزال. شوف الله. ذق طيب ليش عدد حبات؟ هاي على عددكم. وانت؟ على عددكم. هذه هنا موجود، نسوي زيادة. انا ما اكل حلا. والله؟ ايه. لان الحلا ما اكل حلا. صغيرة. ترى عادي خذوا، والله باقي كثير مرة هنا. جلبيه. شفت كيف؟ طعمك. طباخ هنا ما في هنا طباخ. والله لو نقدر نعطيكم المشاهدين كذا نعطيكم. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.